عملية رأب الأذن لغايات تجميلية، اليوم سنصورها من داخل غرفة العمليات ونتحدث عن تفاصيل هذه العملية، متى يتم اللجوء لها، ما هي تفاصيل إجراءها، وما هي النتائج المتوقعة بعد إجراء هذه العملية، والنصائح والتدابير المطلوبة من المريض، مع الدكتور اللي قاعد يجي لها الآن، استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور ليث خصاونة. يعطيك العافية دكتور ليث. الله يعافيك، مرحبا. احنا اقتحمنا عليكم غرفة العمليات. أهلا دكتور. أهلا وسهلا. ولكن العملية لم يسبق لنا تصويرها، لذلك كانت ملفتة بالنسبة لنا لما عرفنا أنه في عملية رأب أذن. إحنا بالعادة بنسمع أنه عمليات التجميل تختص بالجسد بشكل عام والوجه، ولكن الأذن شو تفاصيل هاي العملية دكتور؟ متى يتم اللجوء لها؟ نعم، هلأ عمليات الأذن البارزة بنسميها إحنا. نعم. هي بتكون بالعادة نوع من التشوهات الخلقية اللي بتحدث في الأذن. بيكون عندنا في الأذن جزئين، هيليكس وأنتاي هيليكس. الأنتاي هيليكس ما بيكون ويل فورد، ما تكون منيح. نعم. فبتضل الأذن فيها بروز إلى الأمام. نعم. هلأ المشكلة هي عبارة عن مشكلة تجميلية بحتة. نعم. ليس لها أي علاقة بالمشاكل العضوية، يعني القصد أنه لا تؤثر على السمع، لا تسبب أي أعراض أذنية من طنين أو وشيش أو دوار أو ما شابه ذلك. إذن هي خارجية بحتة دكتور. خارجية تجميلية بحتة. نعم. اللجوء إليها يتم عادة خلنا نحكي بسبب الإحراج. نعم. يعني هذا النوع من المرضى بتعرض أحيانا إلى بعض الإحراجات، خصوصا الأطفال. صحيح. الأطفال في أول حياتهم طبعاً لازم نعرف إنه هاي العملية تجرى نعم. بعد سن الخامسة. نعم. لا يجوز أن تجرى قبل سن الخامسة. يعني دكتور على عكس عمليات انحراف الوتيرة اللي أنتم بتأجلوها لبعد الخمستاش، هاي العملية ممكن إجراءها. نعم. بعد سن الخامسة. بعد سن الخامسة بالإمكان إجراء هذه العملية. والسبب عادة زي ما حكينا إحراج. هذول الشيلدرن لما يبلشوا يدخلوا على المدارس ببلشوا تعرف كيف يتعرضوا لبعض التنمر. صحيح. من زملائهم عن طريق الكلام أو خصوصاً الإمساك بالأذن، خصوصاً إذا ما كان في تناسق دكتور بين حجم الأذنين أو شكلهم وشكل الوجه. exactly. تمام. فمنلجأ لإجراء هذه العملية لإرجاع الأذن إلى الخلف حتى تبدو بمظهر أكثر طبيعي، يعني والطفل يعني يتخلص من هاي المشكلة صراحة اللي هو بتعرض لها، ويرجع أكتف في مدرسته والبرفورمانس تاعه كويس ويروح منه الخجل. يعني بعضهم حتى خلص بصيروا يكرهوا، ما بدهم يروحوا على المدرسة، مش نعم. بس أدائهم المدرسي سيء. نعم. حتى يعني بتجنبوا الذهاب إلى المدارس. هلأ برضو تجرى في الكبار، يعني مثلا ممكن بعض سوري البنات بيعجبهم يرفعوا شعرهم، احيانا يربطوه، بيكون عندهم بروز في الاذن. صحيح. فبلجأوا لاجراء مثل هذه العمليه مشان يقدروا ياخذوا راحتهم. ويعني تغيير شكل الاذن دكتور، انت من تحدد شكل الاذن المناسب ام المريضه تاتي لك بصوره معينه وتقول لك انا مثلا نفسي تكون اذني بهذا الشكل؟ لا، هلا بجميع صراحه بجميع عمليات تجميل قاطبه بشكل عام الموضوع مو اختياري ولا تفصيل، يعني على حسب رغبة المريض. نعم. دائما العمليات التجميلية نعم رأي المريض مهم في بعض الأشياء التي يمكن تطبيقها، ولكن بشكل عام تركيب الستركتشر سواء كان أنف أذن بطن whatever هذا له دور في النتيجة بصورة كبيرة. نعم. بس يجب طبعا مناقشة المريض حول النتيجة من نواحي معينة خاصة. صحيح. صحيح. ما راح نخوض فيها. نعم. موضوع الأذن البارزة بالذات ما في له اختيارات، هي موضوع أذن فيها بروتروجن يعني بروز للأمام، بدها لازم ترجع لورا. طبعا ما بصير تنكبس مزبوط، يعني عفوا على الآخر تثبيتها مثبتة. احنا شفنا بعض الأخطاء الطبية فيما يتعلق بهذه العملية. نعم. تكون الأذن مثبتة بشكل مبالغ فيه، وهذا يؤكد على أنه نعم. ضروري مثل هذه العملية يتم فيها اللجوء إلى جراح الأنف والأذن والحنجرة، لأنه هو الأعلم بالتكوين يعني التشريحي. يعني جراح الأنف والأذن والحنجرة احنا دائما نحكي يعني البريفيليجز او خلينا نحكي من هو الشخص اللي مثلا بيجري هالعمليه بشكل عام ان جنرال، فرضا في حق معين. انا بعجبني احكي دائما هو الشخص اللي كويس باجراء هذه العمليه، طبعا شد بي بريفيليجد، لازم يكون عنده الصلاحيه لاجراء مثل هذه العمليه. الطبيب هو الاكثر تمرسا على هذه العمليه طبعا بعد ان يكون هو اوريدي بريفيليجد تو دو سوتش ا بروسيجر، يعني هو عنده الصلاحية. يعني أنا مثلا كجراح أنف وأذن وحنجرة وعندي مثلا اختصاص فرعي في أورام الرأس والعنق. نعم. عم بجري عمليات تجميل أنف وأنا أصلا متدرب على مثل هذا النوع من العمليات. نعم. وشهادتي وتخصصي يسمح لي بإجراء مثل هذه العمليات. نعم. تمام. حتى الواحد يكون عنده سوري البريفيليجز الموجودة وسوري نحترم الاختصاصات المختلفة. الآن دكتور ننتقل لتفاصيل العملية،
لا اجت المريضه عندك، سويت الفحوصات المناسبه حول هذه المريضه، كيف راح تكون شكل الاذن، تم تحديد موعد العمليه، شو المطلوب من المريض قبل اجراء هذه العمليه؟ يعني هاي عمليه تعتبر من عمليات الصوره. نعم. في الكبار في العمر حتى بالامكان صغرى يعني دي كيس دكتور بتروح في نفس اليوم؟ تز دي كيس انديد. هي دي كيس تنعمل والمريض ممكن الخروج بنفس اليوم وتعمل بنج موضعي حتى. نعم. بالامكان في الكبار في العمر المتعاونين اجراها عن طريق اوريكولار بلوك، يعني بنعمل تخدير موضعي لكون صيوان الاذن كاملا وبنقدر نجري العمليه. عبيل. طبعا بالصغار لا، او اذا كانت جزء من عمليه اخرى، او يعني المريض بده يعمل عمليه ثانيه مثلا بانفه وبده يعمل هي العمليه، فبتنعمل اندر جنرالستيزيا تحت تخدير. اذا كم مدتها دكتور الاجماليه؟ مدتها يعني كل جهه بتحتاج من نصف ساعه الى 45 دقيقه. نعم، انا مثل ما انا شايفه دكتور تقريبا الغرز مو واضحه، مو مبينه. غرز خلف الاذن بتكون. لكن مع مرور الوقت السكار بتتحسن وشبه بتختفي، لان بنعمل السكار على السلكس بنسميه. نعم. يعني يجب اجراء الندبه على السلكس اللي هو الاخدود ما بين الاذن وعظم الراس، هون منطقه بتكون هي اوريدي اصلا سلكس، فهناك بيجي في الاخدود الجرح وبعد الالتئام يعني بصفي غير مشاهد. يعني مؤلمه دكتور العمليه؟ ليست مؤلمه. نعم، خطر في بالي سؤال، بما انه انت تحدثت عن موقع اجراء العمليه، الأشخاص اللي زارعين قوقعة ممكن يجروا مثل هذا النوع من العمليات؟ هلأ الناس اللي زارعين قوقعة، جهاز القوقعة له جزئين، هلأ لازم نعرف أنه جهاز القوقعة له جزئين، لا ننصح أبداً بإجراء مثل هذه العملية، لأنه يوجد جزء بنسميه بيكون مثبت في عظم الجمجمة خلف الأذن، ويخرج منه إلكترود يعني زي سلك بدخل داخل الأذن الداخلية. نعم. من الوسطى عفواً إلى الداخلية اللي هي القوقعة، تمام؟ ويتم ترميم العضلات فوقه. نعم. هلا العمليه هي خارجيه فوق العضلات، ولكن احنا في لما نجري قوقعه او نزرع جهاز غالي جدا لمريض وهو يعني استخدمه في اعاده السمع which is يعني something شيء يعني صراحه انت قدمت له شيء كثير كبير، ما بنحاول ان يعني نعمل اي شيء ياثر على هذا. يعني فرضا احتماليه الالتهاب في مثل هذه العمليه أعلم. قد تؤذي بشكل كبير. نعم. الجهاز يعني خلينا نقول انا بالنسبه لي it is not an absolute contraindication عفوا، يعني هي ليست مانع اجراء مطلق ولكنه يعني هاي ريليتيف خلينا نسميه. نعم. يعني هو نسبي عالي وحسب الجراح. انا من نفسي مثلا واحد عامل كوكلير امبلانت زارع جهاز ابدا ما بوافق اعمل له يعني. نعم. شو اسمه خلينا نحكي، الا اذا كان طبعا كثير مؤثر على الطفل وما الى ذلك، يتخذ التدابير العاليه لمنع المضاعفات المحتمله واجراء العمليه. دكتور اذا كانت الاذن كبيره كحجم اكثر من بروز، وهذا بيخطر على بال الناس السؤال، انتم بتقصوا الاذن نفسها؟ ابدا. هلا انا صراحه ليس لدي خبره كبيره في كحجم اذن، تمام؟ بس هاي عمليات الريكونستراكشن بشكل عام يعني مرات بتكون مايكروشيا، الاذن ما هي موجوده، بيتم اخذ غضروف من ضلع الصدر وزراته تحت الجلد. نعم. ومراحل عديده ومعقده. حجم الاذن كحجم الاذن يعني انا صراحه اي دونت هاف جود اكسبيرينس بهذا، بس يعني حد علمي انه يعني من الصعب انك تو ريجرس ذا سايز اوف ذا صيوان الاذن. نعم. بما انك حكيت دكتور انه ما عندك الخبره اللي بتشوف فيها انك تتحدث عن مثل هذا النوع من العمليات، اذا هذا النوع من العمليات نادره. يس، وبحتاج حدا متدرب جيدا على مثل هذا النوع من العمليات. احنا دكتور بما اننا في شرفنا على نهايه العمليه، حابه اسالك دكتور ما بعد هذه العمليه، ما نعم. كيف توصون المريض من نعم. ناحيه النوم أكسن. من ناحيه الاستحمام. نعم. حركه الراس. هلا بالنسبه للعنايه ما بعد العمليه. نعم. لمثل هذه العمليه يعود المريض الى حياته الطبيعيه بدون اي مشاكل ان شاء الله. الشغلة الثانية بيعجبنا يخلي كومبريشن يعني لفاف على رأسه أول أيام، ممكن أول 3-4 أيام من العملية. اللفاف كيف يكون شكله دكتور؟ اللفاف بنسميه إحنا ماستويد دريسنج، يعني لفاف كيف الواحد كيف الباندان اللي بيلبسوها البنات. نفس الطريقة. نعم. وبيكون كريب باندج بالفترة الأولى، طبعا ما يكون كتير تايت لوس، بس حتى له غايتين، أول شغلة وأهم شغلة إنه يمنع تجمع الدم في مكان العملية اللي هي الهيماتوما. نعم. This is very important. نعم. لأنه إذا تجمع دم ونفخت ممكن يعمل بروتروجن أجين، الغرزة تفك وممكن يصير التهابات. تأخير في التعافي دكتور الالتهاب. نعم. تأخير في التعافي. تأخير في التعافي وسوء في النتائج طبعا في العملية بشكل النوم عام. النوم دكتور كيف يكون؟ وضعية النوم. هلا وضعية النوم يعني عادي لو ناموا، أهم شيء ما تقلب الدان، يعني لما ينام هو يحط حاط الصيوان ما يجي تحت المخدة. نعم. بالطريقة العكسية يعني. إذا أفضل شيء تقريبا على الظهر أول. نعم. فترة ومرفوع الرأس بيكون شيء منيح،
تلعب الجاذبية دور في تخفيف الأديمة والتورمات في مكان الإصابة. الاستحمام، السباحة دكتور. بالإمكان استحمام طبيعي وبعد الاستحمام تنشيف المنطقة ووضع مرهم مضاد حيوي أو شيء زي. والسباحة هي. دكتور. هلأ السباحة والعودة للرياضة نفضل صراحة بعد الالتئام التام مش أقل من 6 weeks to 8 يعني من 6 إلى 8 أسابيع بعد العملية. وارتداء النظارات سواء شمسية أو طبية. والنظارات أيضا يعني مش أقل من شهر. دكتورة على سيرة النظارات، هل فعلا معلومة بأنه ارتداء النظارات الطبية خصوصا لفترة طويلة ممكن أن تؤثر إلى تغيير شكل الأذن مستقبلا؟ ممكن نعم. إذا بعد هذه العملية السؤال الثاني، ممكن نتوقع أنه شكل الأذن يعود إلى الأول ولا نعم. خلاص بيكون استقر؟ هلا يعني almost المفروض يكون استقر وثبت، لكن إذا تم يعني خلينا تعرض المريض لأي مسببات للبروتروجين يس بوسيبل، يعني مثلا تعرض لاصابه شديده عفوا سحب، لانه احنا نوع الغرز هو بالاخير احنا بنعتمد على الالتئام الليفي no. النسيج الليفي الذي يتكون no. بس بجميع الاحوال ممكن يرجع ينزع النسيج الليفي باصابه او حدا شد الدم بقوه او ما الى ذلك. نمبر 1. نمبر 2 في شيء اسمه ميموري سيلز في الغضروف، يعني غضروف الاذن الصيوان فيه خلايا ذاكره ممكن تعود الى البروز مره اخرى اذا لم يتم تثبيتها بغرز دائمه، غرز دائمه وليست ممتصه. دكتور آخر سؤال رح أختم حديثي معك فيه وبعدها أنت ستنهي العملية. إذا جاءتك مريضة أو مريض وطلبوا منك تغيير شكل الأذن وإجراء مثل هذه العملية وأنت رأيت بأنه لا حاجة قصوى لإجراء هذه العملية، هل توافق على إجراءها نزولاً عند رغبة المريض؟ نعم لا نوافق أبداً، ننصح المريض خلينا نحكي إذا كان مؤثر عليه سايكولوجيكلي إنه ومننصحه ومنعرفه بالهازارد والمساوئ اللي مثل هذه العملية إذا لم يكن داعي لإجراء مثل هذه العمليات. كل الشكر لك دكتور ليث الخصاونة على استضافتك اليوم إنا في الثياتر وإن شاء الله ندعو بالسلامة للمريضة. شكرا دكتور. شكرا يا مرحبا. Thank you.